بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة كبيرة النهاردة أحبتي في الله. الفريق اللي على شمالنا يرتدي الستارة الزرقاء الجميلة، والفريق اللي على يميننا لابس سجادة حلوة جايبينها من كاربت سيتي دي ولا ما حدش عارف. ربنا يكرم النهاردة درجة الحرارة 90 درجة مئوية، وده يدل على إن الجو حلو لأن طبيعة البشر هنا بيحبوا يعيشوا في النار الأيدة. مباراة النهاردة الكسبان فيها يكسب مصلية وسبحة، والخسران هيصلي الجمعة مرتين. بسم الله نبتدي المباراة. واحد اثنين ثلاثة. تبا هذا الفريق يزيد واحد. لعنة الله على الطمع. ابو دليل النهارده قتل طبعا لعيب لانه زياده، قال لهم من الاول انزلوا كاملين، واحد اعترض قتله. مفيش مشاكل، القتل هنا عادي لان اللي بيموت بيخش الجنه. فلتبدا المباراه. وابتدت المباراه. ابو دليل بدا المباراه. كره تروح لفريق اللي لابس موكيت يلعبها، يتزحلق الراجل، وخلي بالك خلي بالك كره خطيره، وطبعا ترجع له بيبصيها تاني وبيخش شوت. خلي بالك ربنا يستر اللي هيوقع التاني احتمال يضرب في النار. ليه الفريق اللي لابس ستاير؟ فريق جميل والستاير حلوه والجو جميل، وادي بيشوط كره طويله حلوه طويله وكفره، انما تخبط وتطلع الكره على طول بره. خلي بالك مباراه عشوائيه منظمه. واحد يقول لي يعني ايه؟ ارد عليه واقول له عليا انها ما عارف. وادي الكره على طول تروح، خلي بالك يعدي، وانا جاي في الطريق واحد جاي يمسح لي العربيه، ما رضيتش بقى ايه اديله فلوس فامكسر الازاز. ما مشكله بس ما علينا، بيمسكها على طول الراجل. وادي حلوه جول يا عم، جول من الجول. واحد يقول لي قلت لك نازلنا اجيب لك اجوان يا بي. خلي بالك من الهجمه اللي جايه دي، هجمه خطيره جدا، يعدي من واحد والتاني وهوبا فاول. هذا ذنب، هذا ذنب خطا من حته حلوه، لان الملعب اصلا كله على بعضه متر في متر، فاي فاول من اي حته تبقى حلوه. اعلام اقول لا اعديها يا اخي، حد يعديك يا عم. انا لو فاهم كلامك هعمله والله العظيم. اعملها قدام فيك يا امير ابو فارو. نرجع تاني للمباراه بتاعتنا. في قتال طبعا في المباراه. طبعا ليه في قتال؟ لان طبعا دي غريزه جواهم. القتال غريزه مجرد. وادي داخل عليه هوبا، خبطه خبطه جامده، الحكم راح يضرب طلقه في الهواء وطلع له كارت احمر. يا جماعه في رعايه الله اخرج بره. وقال له اخرج بره، اخرج مش اخرج، اخرج. ليه؟ لانه ارهابي. يا ابو فلوه يا عم مش فاهمك. وادي كوره ناحيه الشمال تروح ناحيه اليمين، حارس المرمى يمسكها يلعبها. والكره كانت هتيجي فيا تاني يا جماعه، الكره لو جت فيا انزل الطش بالقلاب. وادي بيلعب رميه حلوه يرقص الراجل ويخلي بالك. ومباراه طبعا اللي يتفرج عليها كده يقرف من شكلها، لان مفيش لعبه عدله. راجل بيلعب كره بدماغه طلعها في السماء، يعني بدماغه راحت في السماء، لما برجله كانت راحت فين. يلا يلا. وادي الكره مره تانية، خلي بقى وابا جون. يا سلام، جول جميل 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 يا راجل، الحلاوه دي. وبيسجدوا بيسجدوا ليه بقى؟ لان جابوا جون كفته، فعايزين الكفته تزيد ما شاء الله. خلي بالك من الهجمه اللي جايه، هوبا جول. يا سلام جول. اسجد 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 اسجد، انا جون فين؟ وبيسجدوا برضه، دخل فيهم جون وبرضه بيسجدوا. ده يدل على اللي الامام من جوه مش من بره، الامام من جوه بيسجدوا في اي وقت. وادي كره ثانيه طويله ومعديه، خلي بالك يرقص. يا سلام، مش راضي يترقص. ليه؟ لان حرام، لو اترقص يقول لك ذنب. احسن خلي بالك. وادي حلوه ويصفر الحكم وينتهي اللقاء. احبتي في الله، كان معكم معلقكم ابي جحشه من استاد ابي لهب، ونقلها لكم على الهواء مباشره عبد حميد نصر الدين ابن محمد نصر الدين. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله، والى لقاء اخر ان شاء الله. مرحبا ايها الفرعون السمين التخين. يا الف مرحب يا باشا. الف مرحب، شعب اوفر.
أتشرب السجائر؟ لا. أتشرب الخمر؟ لا. أتشرب المخدرات؟ أعوذ بالله. ما قلتليش أتشرب المخدرات؟ لا يا باشا، أعوذ بالله يعني لا. أعوذ بالله يعني لا. إذا ماذا تشرب؟ أنا شارب المر من كهاني يا باشا والطفح. تبا للبؤساء. ما اسمك؟ كونو. ما اسمك؟ محسوبك كونو. اسم عميق لشخص تافه. صح، عندك حق. يبدو عليك الإرهاق. آه والله يا باشا، أنا من طلعة النجمة واقف هنا على الباب ولا بق مية ولا أي حق. على فكرة أنا كنت أتخن من كده بكتير، بس اتشفطت هنا. كم عدد ساعات عملك؟ لا، لحد كده وستوب. أنت كده جبت آخرك، مش كونه اللي يطلع أسرار شغله بره. يا فرحة البلد بيك يا كونه. أستأذنك في $100؟ اقعد ارتاح. طب ادهاني ليه من الاول؟ ده مين يا ابني اللي ضربك ده يا ابني؟ فينه؟ والله العظيم كان هنا، ما اعرفش راح فين. خلاص ما دام ما نعرفش فين خلاص، امي سامح كريم طبعا بكتيريا مش مهم. اهو اهو يا حرص هو ده. لا ارجع بقى، ارجع. ارجع ايه؟ ارجع ارجع ايه؟ ما تبقاش جبان يا حرص. اصبر يا ابني، للعدو صوره حقيقيه وصوره خادعه. بروسلي قال كده. بروسلي قال لي مين؟ قال لي اللي كانوا قاعدين معاه. انت كنت قاعد معاهم؟ انا قاعد معاهم فين؟ انا عارفهم. طب ما تقوليش الكلام ده، يلا اضربه وخدشمه. خرشم مين يالا؟ يلا يلا ماشي يلا. ما تخافش بس انت، انا عايز قلب ميت. قلب ميت، قلب ميت. يلا ربنا يستر. هاديه. انت بتضرب عيل صغير ليه؟ هو قدك؟ براحتي. هل لديك شوق في حاجة؟ لدي. هل تعلم أيها الصنفور الطويل اللعين الحقير، إن كان كفك بحجم وجهك دخلت الجنة؟ مش بأعمال يعني؟ كف أولا. اليمين أيها الصنفور الطويل اللعين الحقير. خلي بالك يا حرص بعد الجملة دي بيضرب. ربنا يستر. خافوش، انا عايز قلب ميت. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى انا قعدت ورا؟ انا عايز اقعد جنب السواق. بس يلا، انا مش سواق، انا سايس، وسايس كبير كمان، وبعدين في خطوره على حياتنا وانا الوحيد اللي اقدر اقود. طب يلا اطلع. كونو، عايزك تراقب كويس قوي جنبك، لو في حد عدى مش عايز حد يكحت في العربيه. حاضر. وانت بص من الشباك ده، لو في ضرب نار خليك باصص عشان نخلص منك. ايه ده؟ يلا. هو انت مستني ايه؟ اشغل اغاني عشان المطارده هتطول. او النبي شغل لنا جنات. انتوا لو ما طلعتوش دلوقتي كلنا هنبقى في الجنات عند ربنا فوق. يلا اطلع. يلا ارجع 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 يا رب. اعدل بسرعه، ما تخاف. يلا يا عم انجز. عايز قلب ميت يا عم، بيجري ورانا. يلا عايز قلب ميت. انا بقى عايز اغنيه احب الرمش اللي يعدي على رمشك مره وعلى خد. يا ابني ما هي الاغنيه اللي احنا بنسمعها؟ لا دي الاغنيه بتاعت انا بحب الحب اللي جمعنا. والله الاتنين واحد. اما انا ما سمعتش الكوبليه ده ليه؟ تلاقيك كنت نايم بس ولا حاجه. خلاص يا عم، هات من الاول تاني ونشوف. كما قلت لكم. ايه ده؟ الجزار لا يدع شيئا للظروف. يخرب بيتك. في الافلام طريقه ساذجة ينتصر الخير، لكن الجزار لا يهزم. كنت أعلم أن الطمع سيقودكم إلى سيارتي، لذا أحضرت لكم مفاجأة. بمجرد تشغيل السيارة يبدأ العد التنازلي لقنبلة. قنبلة. وداعا أيها الأشقياء الثلاثة، كونوا حورس بكتيريا. شفت قال اسم السيالك؟ بتضحك؟ هموت دلوقتي، هموت. انزل دور، اقلب العربية شوف فيها ايه. معرفش. طيب طب فين ده؟ نهار اسود،
ده في قنبلة بجد. قنبلة بجد؟ خلاص يا عم طمنتني، هنفكها. ما تفك ايه؟ دي قنبلة بجد مش زي بتاعت الغردقة فكتها بالكفتة. انت هتعمل لي عالم؟ دي هتنفخنا دلوقتي. يا نهار ازرق، الظابط المهر المهر ورانا. كده ما قدامناش غير اختيارين، يا اما ننزل ويقتلنا بسرعه، يا اما بقى نصبر ونعيش الشويه دول لحد القنبله ما تنفجر. انا رايي يعني نكمل الشويه دول وبالمره نسمع جنات. جنات جنات ماشي يلا. ايوه اسمع بقى الكوبليه اللي عداني، اشوف بقى رمشك عدى على خدي وخدك دي جت ولا لا. شوف طيب ركز بس. امشي يمين شمال. طب شمال هو بيمشي زينا بالظبط، طب هنعمل ايه؟ راقبني بس كويس اكل. اه عمال يمشي كده زي التعبان. امشي بالك. ماشي خلي بالك اكونه لو ضرب نار قول يا عم. مش هيضرب ان شاء الله. يا عم تجري شويه معانا ذخيره كفايه. انت كمان ما تجيب انا صوت. طيب ما انا بعرف اعمل كده. اخيرا ربنا عطل اللي في ايده. انت سودا يا ابو فاروه. عمليات عمليات السياره الهرب هاجم يا فضل تحت اي طرف. مش انا مش مير. دور لي ورا على اي حاجه. طيب استنى شوف اي حاجه نهدفه بيها. بالراحه بالراحه بالراحه، ده بيعرف السوق حلو قوي. على فكره انا بسوق احسن منه وعشان كده هو مش عارف احصنه. ولا لقيت الحاجات دي يلا اهدف عليه بسرعه. اهدفها بس نشن كويس. لعب لي كويس. انا بلعبه. مات ولا ايه؟ لا ما بيموتش. انا اسود. هنعمل ايه؟ هيتقبض علينا والله دلوقتي. اتطورت. طب استنى اشوف حاجه تانيه ارميها بسرعه يا ابني. ولا ايه؟ لقيت مصابير. يا احلى حاجه دي، ارميها بسرعه ناحيتي. حاضر. ده انت راكب اهو يا جدع. وابجي وابجي بس لك كوتشات. حلوه يا انا. انا سوني. انا سوني يا ابني. اقعد هرجاني. الله اكبر. انت فاكرني ظابط عادي؟ فوز وزير يا اسطر. انا بقى المهر يا اخي بقى. قتلته. ارجع له تاني. ارجع له تاني. لا 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 كمل. تكوم زي السلحفاه. ايه ده؟ الصوت ده يا جدعان؟ يا نهار اسود القنبله شكلها هتفرع. ما تخافش يا ابني، القنبله مستحيل تفرع وانا قاعد في العربيه. يخرب بيت ابوك. بسرعه بسرعه. يلا تعالى كده. يلا اجرى. الله، هي العربية ما انفجرتش ليه؟ يمكن لسه القنبلة وقتها ما خلصش. يا جماعة العربية اتفرع ازاي والقنبلة معايا؟ يا ابن الغنية ارميها يا ابن الوزعة. طيب ارميها بعيد يا عم. ارمي اجري. الحمد لله بعدنا. على فكرة ما رميش القنبلة. ما رميتهاش ليه؟ أنا بسرعة نفسي أشوفها بتفرقع. طلعتها كده؟ لا! أجري يالا! أجري!
يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، اصطبحنا واصطبح الملك لله. يا رب اكبر بخاطرنا. صباح الخير يا عم عبدين. صباح الخير يا استاذ اشرف. اللهم لا حسد يروح الشغل الساعه 7 الصبح ويرجع الساعه 4 ويقعد مأنتخ. ناس بتاخد ملايين وناس تاخد ملاليم. ايه ده؟ يا حارتنا ناقصة شحاتين، ما كفاية علينا شحاتين الحارة بتاعتنا، وكفاية علينا عطية حارة مقرفة بصحيح. ايه ده؟ أعوذ بالله، عفاريت السيالة، انصرفوا انصرفوا انصرفوا. يا كبرت قوي يابا. مين؟ حورس ابني. وحشتني يابا. ابعد عني هتوسخ ملابسي. ايه ده؟ ملابسي ايه يابا؟ ده انا ابنك خدني في حضنك. ابني ازاي؟ وانا اللي عمال اقول اللهم لا حسد ابني هيروح الغربه ويرجع لي بألوفات متلتله. راجع لي بهدومك وسخه ومقطعه وريحتك منتنه. انا هدومي المقطعه دي يابا احلى من هدومك اللي انت لابسها دي مليون مره. ما تتريقش، وبعدين دي مش ريحتي، دي ريحه بكتيريا. والله العظيم ما انا تكون عمل بومبا. وايه المناظر اللي انتوا جايين تقابلوني بيها دي؟ واحنا جايين نقابل حسين الجسمي في ايه يا عمو زيزو؟ طب ايه اللي حصل لكم كده؟ انا شكلكم كده وقعتوا في بلوعه مجاري ولا منجم فحم؟ لا، السفرية طلعت زفت وهباب وزفت. سفرية زفت وهباب، يبقى تقعدوا وتحكولي اللي حصل. ماشي، قعدنا يابا بالتفصيل. ما هو قالك ماشي. روح يلا يا ابني هات لنا كراسي. ماشي. ايه يا ابني دي؟ ده ابويا يا. ايوه ماشي، بس اهوج. ايوه بس ابويا برضو اهوج. لعلمك ابويا ده اتعرض عليه بقلاوة، بس هي القهوة اللي في دمه. نفسي انام شوية شوية بس. يا رب. خلاص يا جماعة، الحلم الإيطالي حصل له إجهاض وترمينا زي الكلاب في الصحراء. يا ابني إن شاء الله هنسافر، بس اسكت. آه يا ابني أنت وهو، إحنا لو خدناها مشي من هنا لإيطاليا هنوصل على طول. أهم حاجة اللي إحنا بره مصر بقى. أنت عبيط يا، إحنا هنسافر مشي من هنا لإيطاليا. يا ابني نام، يا ابني نام عشان نقدر نمشي بقى، عشان نروح نسافر. مفيش فيشة هنا في الخيمة دي ولا إيه طيب؟ فيش تيل في الصحراء دي. وبعدين انت عايز فيشه ليه يا عم؟ عايز اشحن الموبايل بتاعي، فصل شحن. هو في شبكه اصلا؟ عم انا بلعب سابوي. يا ابن الله يحرق الموبايل. تلعب سابوي واحنا قاعدين هنتقتل. معلش ارمي التليفون. لا احط ونام. خلاص يا عم بننام اهو. بس لقيت فيشه اهي. طب وانا غزل هينام فين وياما؟ يا عم تنام في اي خيمه، ما الخيم كتير. انت بقى من حديدي. ايه انام فين انا؟ انا معرفش اي دنيار هنا غير التلات كلاب دول اللي هم انتوا. هو احنا طالعين رحله خيري؟ ما تنام في اي حته زي ما قالك حورس. اقسم ياه ولا اخونه، اوعوا تفتكروا قال ان انتوا عشان عذبتوني عذبه في وشي ان انا هرضخ. لا انا ممكن اطلع بره حريص ولبلب واقول لهم اني ولا في ابو فروه ولا في بوليه يا عم بكتوريا. واسع يا واسع، خلينا انت لازم فين كده. يا عم انا هعمل لك ايه؟ تعرفوا تناموا يا جماعه، تصبحوا على خير. يلا يا راجل شفيق يا ناجي. يا انا صلى، يا انا صلى، يا انا صلى. في ايه يا عم انت؟ اعملوا ايه مع بعض؟ ده عايز ايه مننا يا عم؟ خلقنا صدقوا معي انه يوم العرض. ايه؟ انه يوم العرض. يوم الارض ايه؟ هو في مظاهرات بره ولا ايه؟ يا اخي انا مش فاهم منك حاجه، ولا قلنا حاجه لازم نشرحها لك مقصين. هلموا معي، هلموا. تصدق انا بحبك لله في لله. ايه يا ابو علاء؟ السلام عليكم. هلموا هلموا
هتلمه توديه فين يا ابو علاء؟ مالكش فيه. اهدى في يا ابو علاء، عامل دوشه ليه؟ الا نعلم ان اليوم يوم مناسبه وفور. مناسبه ايه يعني؟ انه يوم التلات. اشمعنى التلات بالذات؟ ان يوم التلات ياتي مره واحده في الاسبوع، ولا انت يعني ما تفهمش؟ انا فعلا ما بفهمش، هو التلات بيجي مره واحده فعلا، مش زي يوم الاثنين خالص. يا ما حصاله شغل الكيشه. ايه يا جدعان؟ لا يا ابو علاء، هو ده يوم التلات؟ هدفنا شبابا ضائعا، نحن نريد ان نحن فرحا قادر جسمك؟ ايه ده؟ في انا صندوق الرزالة، انت مش قلت انها مصارعة؟ احنا هنعمل ايه يا كبطان؟ اخرس! انا عايزك تاخدها منهم كلهم. اخدها. واضح؟ واضح. اتفضل. يلا. يلا خدها. اهو. أهم حاجة في المصارعة تحديد الهدف. أنا شايف إن الأهم إن أنا أعرف أنا هلعب إيه بالظبط. هتلعب بينجس، يعني بينج على تنس. حدد الهدف كويس. ماشي. بتلعبني ايه؟
أهم حاجة في السباح الجرأة، عشان كده إحنا النهاردة هناخد قفزة الثقة. يلا نط من هنا. أنط منين؟ من هنا. من هنا إزاي؟ مفيش مية تحت. مش إشكال. طب ما أنا لو نطيتها هتكسر. برضو مش إشكال، إنما هتكتسب ثقة. ما دي هتبقى ذكرى، هيقولوا إن أنا عندي ثقة. أنت وأنت نازل يكفي إنك بتصارع أمواج الهوا. أنا لو نطيت من هنا هصارع الأموات. سلام يابا. استنى استنى. عادي يعني، ما عملتها. ايه ده؟ ايه ده؟ رايحين فين؟ استنوا يا جدعان. هييييي اسود. هييييي يلا اسود. بيقاوم بيقاوم يلا بيقاوم. بس معايا معايا معايا. بص لي. بس معايا. بني ادم ده ولا تمساح ولا ايه ده؟ بس بقى ما تخافوش من حاجه، انتوا ماشيين مع التاريخ. ايه بقى؟ السلام عليكم ورحمة الله. عارفني طبعا، الوش ده بطاقة خبرتي السابقة وشعر الابيض اللي بيض ده. اني حاضر. الرجالة دول جايين عشان يعتذروا لك. ما دولش رجالة، المنطقة دي ما فيهاش رجالة غير جزم. طب ما تغلطش بقى يا خيري. انت عارف كويس ان انا ممكن اطربق المكان المعفن ده على دماغك. ايه ده؟ لحظة انفعالية هستيرية مؤقتة. رياح ورس، انت ليك عين تتكلم بعد ما بوظت ليلتي وفرحي؟ يا جدعان انا قاعدة نادية الجندي اللي قاعدها خيري جزمة دي مش مريحاني. مش خيري جزمة، في كمين، في حاجة مش مطمن. الموضوع ما يطمنش. اذكى واحد فيهم وافطنهم وبيدل على ده اسمك. كله في طعم كده وشكل ومقرمش. بس انا مبسوط ان انتوا بوظتوا الفرح والجوازه الزفت دي بصراحه. عمو جازم يعود لك الطيب. بصراحه انا عمو جازم يعني انا كنت عارف ان العروسه ماشيه مع سعيد مشابك، بس قلت ربنا يسترها على وليانا. وانا كمان كنت عارف. طب عارف بقى ان هي كانت بتقعد مع الواد اوزو وكانت بتشم معاه بودره؟ اوزو؟ كنت عارف. طب عارف ان كان عندها اوضه في شقه ام حليمه اللفافه؟ عارف ومعايا عنوانها. امال الايمان هبط على قلبك لما الرقاصه جت على المسرح يعني؟ وقفت الفرح ليها يا خير يا جزمه؟ لما النار مسكت فيها وفي فستانها دخلنا جوه عشان نقلعها الفستان ننقذها، فوجئت بحاجه ما شفتهاش قبل كده. بوحمه كبيره كده على بطنها، معرفش طلعت لها امتى الوحمه دي. انا بقى اقرف من الحاجات دي قوي. يعني انت ما عرفتش ان العروسه بتاعتك بتشم بودره مع اوزو وقاعده مع سعيد مشابك وساكنه عند حلميه اللفافه وما عادش عارف بيحصل فيها ايه وقرفان من الوحمه؟ ما بحبش الوحمه، عارف لو كانت فراخ كان مات. ما عمو جزم يعني الوحمه دي ليها زبونها ولا ايه يا عم عبد العزيز؟ ايوه فعلا، انت لو اتكيت عليها في التسويه ورشيت على الوش كده سواد بهارات ورقه لورا هتبقى في بقك زي الملبن. انت بقى من حديد يا بقول لك ما بحبش الوح. تمام، يعني احنا كده قدام زعروره دراعك اليمين اهو، احنا كده عدل وامان صح؟ مفيش حاجه. امان بس ما عدا ال 10000 جنيه. يعني ايه؟ ال 10000 جنيه دول تمن الفرح اللي انتم بوظتهولي. انا الكلام ده ما يكونش معايا خير يا جزمه، انا سكتك من الصبح عمال تقول فينا كلام وتقول فينا وقاعد. ابلعك وعهد الله يا جزمه وانت عارف كويس كده. خلصت اللحظه الهستيريه؟ نهار اسود يا عم عبد العزيز. يا عم عبد العزيز لو في اخت دي على الاسود وش عريض وتكون مكساه عشان اتكلوا. انتوا شكلكوا كده نسيتوا جزمه. ازاي؟ احنا حياتنا كلها جزم. عشان من ساعه ما وقعت بسكوته وهو في حاله هدوء نسبي. فاكر بسكوته؟ بتروحوا له المستشفى. زرناه جزمه وبيشكر في التمريض قوي الحمد لله. بيمشي دلوقتي؟
هو بيحبي، بس الدكتور قال يعني على 2020 هيسنن ويتحرك ان شاء الله. عم العشر تلاف جنيه يكونوا عندي في خلال يومين. طب ممكن تخفض لنا فلوس شوية؟ خلت الكلام ومات. بكتوريا بكتيريا مش بكتوريا. يا جدعان هتسيبوني ولا ايه؟ متخافش. اما تيجي انت. ما هو ما نداش عليا. انت مش معنى انا جاي مع صحابي. انا مش من شهرين بعت لها طلب صداقة على الفيسبوك ما كسبتوش ليه؟ ما عنديش فيسبوك اصلا. كاذب. عندك فيسبوك صح ولا لا؟ ايوه. ما كسبتوش ليه؟ بصراحه يعني الفيسبوك بتاعي كله موزز يعني حضرتك لو واقف مكاني وشايف اللي انا شايفه مستحيل تدخلني على الفيسبوك كده. انا مش اي حد، انا غنم. تدخلك عندي وتنسى ال 10000 جنيه؟ تدخلني عندك بالاضافه لل 10000 جنيه وانتوا رياء. ممكن طلب اضافه؟ لا تعديل. برواز الباشا والدك عاوز يتعدل كده شوية. ده مش برواز، ده أخطر واحد في رجالتي. اسمه إيه ما شاء الله؟ الهدوء الذي يسبق العاصفة. 8 KSA. جنبي. حلو صح؟ ايه؟ فين الزفت دي؟ بقول لكم ايه؟ ايه؟ اصحوا لا يغفلوني. انا حاسس انه في حاجة غريبة بتحصل. ايه يا معلم حمادة في ايه؟ ما تقلقش، مين يعني هيعرف يوصل لنا هنا؟ هو أنت في حد أطرك وأنت راجع؟ ها؟ لا ده أنا حتى كنت بشتري خلة عشان علبة الخلة بتاعتي كانت خلصت. المهم أنتوا أكلتوا البت اللي فوق؟ ما تخافش، رميت لها شوية بواقي الفراخ اللي كلناها امبارح. أنت أكلتها نايبي؟ ماشي يا دنيا. انت متاكد ان فيلة حمادة بني هنا؟ امال يا متاكد، وانا كورك زيكم، بس انا لما حسيت بالاستخوان من ناحيتكم مشيت وراكم لحد ما رحت المدينة. هوب بضرب عيني لقيت حمادة بني. انتوا مشيتوا من هنا وانا قطرته لحد المكنة دي. طب يلا نخش نخلص البيت، مستنيني. لحظة انفعالية اخرى متفاجئة. لا احنا مش عشوائيين، احنا لازمنا خطة عشان نقتحم الفيلا. الفيلا مليانة رجالة. طب ما فيش حريم. ليه؟ الاقتحام. ايوه الاقتحام لازم من باب الفيلا ده يتفرتك. حريص. ايوه هتخش طلقة نار على جوه تنقذ البت عشان خلفيتك الرياضية. انا هعمل اللي يريحني. هو ده المطلوب منك. كونه جزمة هتنط من البلكونة. وماله؟ طب وانا اجازة النهاردة، انا عايزك معاكوا الرحلة. بس يلا انا عايز، انا سخن ما تهمتنيش. متسرع. اهم لحظه في الخطه قاعده النشان، النعل في الوش. عشان النعل في الوش ما فيهوش معلش جايزتك اقوله. طب يلا يلا يا خير، انت اللي عارف الطريق. يلا بينا قدامي. يلا يا خير بسرعه. يلا يلا يا خير. قول انت بروح معاك. الله نعم. منزل العصابة الملعونة. ايه؟ ايه؟ نل 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 نايلي كنادينا نايلي. ايه ده؟ الواد ساكن في حمام مغربي. تتموت يا يا نادين. حبيبتي بتعمل ايه يا ابو زغله؟ بتعمل ايه؟ قوم يا نادين. نادين انت لازم تعيش يا نادين. نادين هاتوا البيت يلا وانزلوا ما تخافوش، انا مأمن الدنيا هنا. يلا اما يا عم يلا. هي فين؟ في الاوضه ولا فين يا جدع؟ اصبر بقول لك، في واحده مخطوفه ما بقاش مخها تخين. يلا يا عم اتنايم. ايه ده انت معانا ولا معاهم؟ شكلك معاهم.
ده كده طلعت برسمي اللي جوايا. بسم الله بلد. سيبنا كمل الحركة للآخر، أنت شكلك طيب من جوه، أنت شكلك شرير بس قلبك أبيض أنا عارف. أنتوا مين؟ إحنا اللي جايين ننقذك يا ماما. تعالي نرجعك يا ماما بسرعة. يلا قومي معانا يا حبيبتي. ازيكم يا حبايبي؟ حمادة كنتاكي. يا حبيبي يا بكتيريا يا حبيبي. ما بالراحة يالا شوية يالا. في ايه؟ اهي اهوكو. تعالي ده هفق. تعالي اهي. عايزها؟ ايوه تعالي خدها. ماشي. اخص عليك كهربا. سد فوق. اهي اهي حماده. تعالى تعالى اتهد بقى شويه يا حماده. وصلت واستقر حبيب قلبي. الخله دي اللي بنقرش بيها كحك العيد. يكون الحق. ايه دي ما بتنطقش؟ لفها في ملايه وخدها بره على ما اخلص السجل اللي في ايدي ده. هي دي اللحظة اللي أنا بحبها بعد كل معركة، إنها الغنيمة. نام نام. بهدلت الكرسي الدغدغ. نام. خد ياهو. رائحة نتنة كثيفة تدل ان عمر الفردة 7 سنين ونص. نعل في اللين. التقدير اف ماينس. ماشي خد يا محتاج. تاني تاني يا اخي. يا اخي بقى نام بقى نام. ها لقيتوها اهي. خد يخرب بقى. عبوط اوريجينال مقاس 51 ماستر بيس. تقديرها ايه؟ بلس. لو عليك يا شيكابالا. الله يلا خيري يلا خيري. انا غاية اهو. روح انت انا جاي وراك. اخ ده متعب اول. تعال تعال اخرة صبري. تعال انت وهو. شغال معاه مهندسين ديكور. مش عارفين تضربوه. دول نفخوني. ايه دي؟ ده خرقوا الفردي وخرقوا مناخيري. ماشي يا حبايبي. فكرة خرم الكاوتش دي عالمية. عملناها يا رجالة. ايه؟ ايوه يا واد يا جزمة. 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 هتقول لي بس الجزمة. ايوه يا واد يا جزمة. مبسوطة يا نادين هرجعك لأمي. انت مش بتخلي معانا ليه؟ ايوه يا واد يا خيري. نادين نادين يا نهار اسود. البنت ماتت يا جدعان. ايه؟ يا حمتك يا غازمة. وظفت حرس وكنا دول اتأخروا ليه؟ لا يكونوا تاهوا. ما لازم يتوقعوا بكتوريا في المتحف الروماني اللي احنا فيه ده. متحف ايه ده؟ فيلا صفوت. صفوت ده روماني؟ اسكت اسكت سكيتة.
لحد ما فيش ال 10,000 جنيه وبعد كده فريتها. بنتي فين؟ بنتك في الحوز والسونه مدام. يعني هي فين؟ الله، انت عايزه تاكلي اللب كده من غير ما تقزقزيه ولا ايه؟ قصدك الفلوس يعني؟ كلك نظر بقى. اشوفها الاول. بس يا رب تعرفيها. يا نديم شاوري لامك يا حبيبه امي. مامي انا وهي مامي وحشتني قوي يا مامي. مطرح العرايس، كل ده بسبب ان انت قتلتها. وفهمتك يا بكتوري، احنا ممكن نعذب، ممكن نشوه، ممكن نموت، انما نقتل قتلة لا. بس بقى يا عمو جزمة، بس خلينا نخلص من المصلحة دي. فكيتها. يلا يا مامي بقى اديهم كل الفلوس اللي في الفيلا. هي صوتها ماله؟ ما دي باحت عدوية اكنها سندوتش شاورما وقف في زورها. هو انت هتدينا الفلوس يا صفوت هانم ولا لا؟ انا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. يلا يا مامي بقى انجزي، يخرب بيت امك. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحق يا عمو جزمه، دي طلعت عايشه. لا يا حاجه صفوت، اطمني البنت طلعت عيوشه. عيوشه؟ انت عملته في بيتي. بونجورنو يا حاري، وصل وصل وصل، الكابتن وصل، الكابتن وصل. وصحي يا منتي كابتن جيل منتي، وصحي يا منتي كابتن جيل منتي. مرتبينكم تياتو. انت ادي يا بتاع المرتديلا، هب نص جنيه. انت بقى من حديد يا بونجورنا يا خير يا صرمي. صرمة، انا اهم من كده بكتير، انا جزمة. مش مشكلتي. ايه ده؟ انا الفندي ده عدى عليا ومسمرته قبل كده. بقولك ايه، ما تقلع صندوق الدنيا اللي في وشك عشان اتاكد. اهو حمامه بني. ايوه. انت ايه ياد اللي جابك الحاره يا؟ انا مش راجع لوحدي يا خير يا صرمي. انا راجع مع القبطان. قبطان؟ كابيتانو. تشاو. بلبن. ازعرينا لا 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 لا، احنا جينا لا 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 لا، ازعرينا لا 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 لا، احنا جينا. اجري يا اخويا اجري، جه خلاص اللي هيقطع نفسك. ازعرينا لا لا، حمادة بني اللي بياكل وعمال يلوخ ده، خلاص امنع الاكل. الكابيتان خلاص على وصول. كابتن ايه ده؟ طب والله لا كمل اكل. اصحى يا حمار. في ايه؟ كابتن جه خلاص. كابتن ايه يا جدعان؟ هو احنا في تايتانيك؟ بقول لكم ايه يا دي، انت وهو انتوا حفظتوا النشيد؟ رديتوا؟ طب يلا بيني. مرحب بالقبطان، مرحب خيالك عاد الزمان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك يا قبطان. مرحب بهدومك ونعوم على عومك، مرحب بهدومك ونعوم على عومك، بعد انتظارنا وشوقنا اليك. فينيتو. بقول لك ايه، انا حاسس بشنبك ده ان انت كل واد كنتاكي صح؟ اسمه كونو. اسمه كونو؟ ومانك يا اخويا بتتنك علينا كده ليه؟ امال لو اسمه دولسيكا كنت عملت فينا ايه؟ كنت لاحظتني؟ بقول لك ايه دي، انت وهو لما القبطان يجي مش عايز كلب فيكم يتكلم ولا يبص يمين او شمال، تمام؟ تمام. فينيتو. سنيور حمادي. ايه يا شيكابالي؟ الفرقه الاستعراضيه جاهزه. جاهزه؟ جاهزه. طب يلا بينا. يلا بينا. كاني حاره غريبه شايفاها عينيك، فيها سر دايما مجاريه، دي طب حالك يا بؤس هيكري تهرب. وبلاوي
امل لي قطن هيجي لي يسب لي ويقلب لي ينضف لي ونضحك على جمال لي الحارة دي وجيلها هسب لها ده اللي هسب لك انت عامل لي فيها محمد منير غور منين يا شيكابالي حرام عليك والله حرام عليك يا عم بتاع بوظت الدنيا القبطان هيجي ينفخني ايه ده؟ ده شكلي فيه قبطان بقى بجد يا ام طبعا يا روح امك ده القبطان سعيد سمكه يكفي الاسم يا ولا تحس كده ان صدرك مليان فوسفور تحترمي نفسك يا ام ايه يا ولا يا ولا ده مصاحب رؤساء كل الدول ومعاها ارقامهم مش انت اللي مصاحب اتنين فقيرين فقيرينك يا ابن الفقريه ماشي جاي لك يا بني جاي لك ولا يتسلم الكابيتانو سعيد سمكي درع الحارق لما قدمه من أعمال جليلة ويسلمه الدرع حامي حمى الحارق خيري قدسي تمام الحديد قدمة يا أنا مش رايز أكلمه عشان خاطرك امسك يا معلم يا بخت منظره وخفف ولا بتطلعنا على المسرح اما خلق ينام انفوخك نفخة والان مع كلمة الكابيتانو سعيد سمكي بسم الله ابناء حتتي الكرام ايوه ايوه طيب مستعجل قوي طيب ايوه انا القبطان ايه نو ام فيري ويل ثانك يو ثانك يو فيري ويل Pourquoi? Parce qu'il est complaisant. Complaisant. Yama. Yama, Gana, Yama. Mais ça, Yama, c'est pas mal. C'est pas mal, Yama. Qui est le Gana? C'est Yabani ou la Mouagze. Yabani, Yama. Je vais vous dire que le capitaine vous parle de toutes les langues du monde. طب السلام الوقت عشان انا بقول خطاب يلا ابناء حتاتي الكرام اشكركم جميعا على حسن استقبالكم ولعلي قد غبت عنكم الكثير الا انكم كنتوا جوا تخطبوش قلبي دائما وابدا بتضحك على ايه انت؟ عجبتني تختوش قلبي دي ان طول فترة سفري والتي ذهبت فيها شرق وغرب شمالا جنوبا شمالا هبا 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 تعلمت الكثير تعلمت الكثير ومن أهم ما تعلمته في رحلتي هو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلام أتمنى تكوني تعلمت حاجة تعلمت يا ده الدمام الحديد ده كان بيقدم برنامج عالم البحار يا بحيرة يا الله يا سيالي
انا يلا اتباع عليا السفر ومليون جنيه. اني ازاي؟ ده انتوا حبايبي. اسكت. كونو بكتيريا. انتوا هتعملوا فيها ايه؟ هنرجعك مسطره تاني. انا يا ابيض ما بحبش مسطره، بخاف منه. ولا انا ممكن اضربك يا لهوي، مش خايف. طب خو والله اصلا انت غبان يا جراثيم. اسمي بكتيريا يا عم، يعني اسمك لؤي فخور قوي. ده انا ادفنك هنا. يالا يعني انتوا عايزين تدفنوني هنا؟ عطلة كله يرقص على الوحدة، كله يرقص. هلا هلا يرقص. حذروا فذروا، العلبة دي فيها ايه؟ فيل. نسناس؟ حمار. ما تخلصوا. حاضر ماشي. العلبة دي فيها البازا برطان. جراثيم انا مش مصدق نفسي، انا معايا باسبور، ده انا ما عنديش بطاقة. كنتاكي. ما تخيبش. ها انا عندي منه كتير ده على فكرة. خلاص ملوش لازم. لا 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 ضاعوا مني، انا عايز ده. زعافي. انا مش مصدق نفسي، انا كان اقصى طموح الاقي صورتي على كارنيه نادي الطلبيه. بس غريبه الواحد صورته في الباسبور بتبقى من واحد تاني، مش هو. لا مش واحد تاني يا حبيبي، ده باسبوري. امسك يا ابن اللذينة. امال ايه؟ ده التاشيره بجد والباسبور بجد وختم الخروج كمان بجد. يا نهار اسوح، ختم الخروج؟ انت عايز تضيعنا يالا؟ داني بنجيتكو. كان لازما احط ختم الخروج عشان تعرفوا تعدوا من المطار، لان ضابط الجوازات لو شاف خلاقكم دي على تاشيره ايطاليا هينفخكم وهيعرف ان انتم مزورينها. اصحوا ليغفلوني. هيغفلونا يا حبيبي، ضابط الجوازات مش هيعدينا لما يبص في الباسبور. والله بقى دي شغلانتكم انتوا، مش شغلان تاني. اني دوري خلاص في نيتو. افرحوا افرحوا، هتروحوا ايطاليا. توكلنا على الله. ايه ده؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في مشكلة، البطارية بتاع العربية نامت. يا شباب اني وقفت جنبكم وجه الوقت اللي تقفوا وراي وتزقوا زقي. معلش. طبعا من عينينا. معلش احنا اخوات. ده انت اخونا. ايوه صح. يلا زقي. معلش يا اخوي. يلا يلا بس زقه حلوه. ماشي يلا. ها يلا زق. ها قط الاول. ايوه هو بدي الاول اهو. اقول لكم على حاجه. قول. سلام يا حبايبي. يا حماده حماده اولي. مسافرين بره هنسافر بره. خد يا ابني التهوب. رايحين على فين؟ رايحين على البلد اللي تودى يا زعيم. ودي بيروحوا لها ازاي يا اخوي؟ في ايطاليا. هي ايطاليا منين؟ من هنا بقى كده ولا كده؟ الكل على جنب. انت استنى بس يا باشا، اصل يعني الحاجه بتعمل عمره وحج واحنا جايين نشوفها يعني. عمره في ايطاليا؟ ما هي بقى دماغها كده. دي الدماغ عنب على الاخر جنبه. يا باشا والنبي ما تشدهاش علينا قوي عشان ما تقطعش منك. الواد ما قالش حاجه يعني، بيقول لك امي انا راجعه من العمره واحنا رايحين ايطاليا، ايه المعجزه في كده؟ يلا يا شباب سلام عليكم يا باشا. خد ياه. شكرا على التوضيح، افهمها لك عشان هي جايبه اخرها. انا بقالي يومين بس هنا جديد في المطار، قبلها كنت في اسم البولاد دكرور. فلخص وانهي، ارجع وخش لي تاني. ماشي. على فكره انا خالتي من الضلب الاحمر يعني. خلاص اكون تعالى تعالى نحكي مع الشرطه. خلاص تعالى تعالى. ماشي يا شرطه. ماشي معلش. امن برضه. يلا عدي اكون في ايه يا باشا؟ الساعه والخاتم. حاضر. ايه طب اعمل ايه؟ شكلك مش مريحني، اركن النضاره وخش تاني. حاضر. ايه ده يا زمري؟ تخيل انا كنت فاكر ان انا اعدي بالسلامه. ماشي. طيب هنا ايه؟
الله، ده في حد واقف بيرن من بره بقى. ايه دي؟ دي الهويشة، نسيت اقلع. طب يلا اخرج تاني. ماشي يا باشا. ايه طيب؟ خد يا عم شعر، يا عم مش اخبي في حاجه يعني. اقلع. طب اقلع الجزمه يمكن عشان التوكه بتاعتها. اقلع. حاضر بره. حاضر. اوعى اتزمرت تاني. شفت انت ايه اللي في ايدك ده؟ لا مالكش دعوه، ده الفلوس. معايا 5 جنيه كنت شايلهم لايطاليا اجيب سندوتش بس. يلا. طب ما تهات. خد يا باشا. الله، عارف زمبرت ليه؟ ليه؟ عشان انا ركبي حديد لما وانا هسيح حالك. طب خلاص بالسلامه يا رب. ماشي يلا نجري. يلا يلا اجري اجري. خد ياض انت وهو يا رب. ما احنا عايزين نسافر. الله قدامي على الجهاز. انتوا ما بتعملوش مع حد كده الا احنا. ايوه هي كده. طيب بالراحه يا باشا. بالراحه. يلا يلا يلا. ماشي 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 يا باشا. ماشي ماشي. ما بلاش انا والنبي يا باشا. نزل دماغك يا ياض. مساء الخير يا جماعه. يا باشا طب حضرتك واخد الكوتشيات رهن ليه دلوقتي يا باشا؟ هو احنا مأجرين عجل يا باشا؟ الله يحبك انسى الضرب الاحمر وايامه بقى. على النعمه لو ما قطمت معايا لاخدك انزلك البحر دلوقتي. بتعمل ايه يا بعمل داونلود ارجع هدومي. طب استنى لما نجدد الباقه وهظبطك. وعد؟ وعد. ماشي. خلاص يا باشا عملت اللي انت عايزه؟ خلاص. نخش بقى؟ بس سيب النبوت. ايه النبوت ده؟ النبوت اهو التعليم المجاني ده اللي هيودينا في 60 داهيه. ده اسمه فرمانش يا باشا، وما ينفعش اسيبه عشان انا مسافر ايطاليا وممكن اتخانق هناك كتير. يرضيك اتضرب بره بلدي؟ امان يا ابن والدي، ما احنا برضه ما ينفعش نتغف. خد يا ابني تعالى. ايه امسك. ماشي يا باشا. شكرا. تعالى. ربنا يخليك. يلا. انا مش عارف بقى يا جدعان احنا نقوم ناخد دش ولا نعمل ايه دلوقتي يعني. هو بكار فعلا اتقفش ببانجو ولا دي اشاعة؟ بربر دي ليه مصور دي مزور؟ انا كنت عارف انه مد. انت لابس كده ليه؟ مام لابس كده ليه؟ اصل احنا مسافرين طيران داخلي، فانا لابس ملابس الداخليه عشان ابقى ماشي مع الطيران. انت مسافره فين؟ النمسا. يا بت النمسا، يا بت النمسا. راح النمسا تعملي ايه يا بت؟ تعملي ايه لوحدك يا بت في النمسا؟ ولا حورس. شفت بقى ان بكار طلع مدمن؟ انت عرفت منين؟ عم حسون قال لي. هو كبر. على عامل الصيانة التوجه إلى البوابة الإلكترونية بجوار البوابة الرئيسية. عامل صيانة وكونه موجود دلوقتي. جه دوري يا جدعان، هتكل أنا على الله. يلا بينا. استنى يا كونو. أوبا سلام يا حوريس. معاد الطيارة ما تنسوش. اهدالي بقى اهدالي. بقول اسمعني، حضني واسمعني، افهمني وريح. اسمعني، حضني حضني. ايوه وتعالى لي. ايوه ايوه يا فندم. البوابه هنا معطله وعماله تزمر على كل الناس، ده حتى بتزمر لي انا شخصيا. لو تسمح لي يا باشا، انا فني وعندي خبره في الاجهزه وفي الامن وممكن اساعد عادي. معاك شهاده خبره يا ابني؟ لا نسيتها في البيت يا باشا. بص انا كنت حابب اساعد مصر، بس ما دام مصر مش رايده خلاص. لا رايداك، بس شوف لنا حل في البوابه دي. طيب حلو ده. مبدئيا بقى فضيلي كل الحته دي عشان ما بعرفش اشتغل في العشوائيه دي، وبحب وانا شغال اسمع اغاني. ممكن تشغل لي الشارموفرز؟ لا انا كده ممكن اقل منك واسمعك كلام مش هتتخيل اللي هو يطلع من بقها من شرطه زي. لا متخيل يا باشا متخيل. هات لي بقى عده الكلاكه. هوا 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 شاغل قلبي وعيني هوا. اسمحوا لي كلكو انا قلبي شايل منكو. اديني سبته اهو خلاص ما حصلش حاجه، والوضع لسه ما اختلفش في اي حاجه. بنزل وبطلع والعب واركب وكل حاجه. لا 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 مش قرفانه وسعيده، علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا، ولا انتي فاهمه
حاجة من اللي أنا قاعد بهري فيها. إيه ده حضرتك طيار صح؟ أيوة يا فندم تحت أمرك. أنا بكتيريا طيار زميلك. فعلاً؟ أيوة. أهلاً وسهلاً أستاذ بكتيريا. الحمد لله. حضرتك تبع شركة إيه؟ الفيروز. فيروز؟ مش فاكرها دي تبع بلد ايه؟ لبناني. الله على الدلع بقى يا ريس. حبيبي طب قول لي مش عايزين عندكم طيارين؟ يا راجل ده انا لسه كنت اسالك نفس السؤال. بتهزر؟ والله ما بهزر. طب قول لي حضرتك شغال خطوط ايه؟ انا خط المرج الجيزه يوم ما ببعد بيودوني مصر الجديده. حضرتك طيار؟ ايوه. زميل انا؟ ايوه. بفيز بقى؟ ايوه. طيب استاذنك الحق الفيزا بتاعتي بقى؟ اتفضل براحتك. يا تافه. ليه؟ ليه؟ يا نهار اسود ايه ده؟ جينا جوني بقت مضيفة ولا في ايه؟ ايه الزحمة دي؟ هاي هاي اي لاف يو وات تعالي بس عايزك في حوار. وات يو وات تعالي وات يو وات تعالي بص يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. المأذون فين يا باشا؟ المأذون ايه؟ مش ده قسم الجوازات؟ انا عايز اتجوز مارجريتا. فين باسبوره؟ اهو فين؟ يا عم ارسلك على حته. ايه؟ ما تدونيش الباسبور يلا. ليه؟ تعالى يا ابني لا يا عم عايز اتجوز. تعالى يوه اركب اركب. عايز تتجوز مين؟ مارجريتا. هتتجوز بيت زهبل وساده كمان. يخرب بيت دماغك امسك كويس. اتفضل يا باشا خلاص مربوحه. على الله بس اجربه. ماشي. نهار اهلك طين معايا. ايه اللي انت ريلته ده يا باشا؟ يا باشا ده عشان البوابه ما تتقلبش بيك وفي نفس الوقت تفتيش ودعاء يعني في ثواب. انت بتهزر يالا؟ لا يا باشا والله ما بهزرش بس انا بفهمك. ان ايه ده تهدوم يا يلا يا عم يلا يا باشا. التلات كائنات الغريبه اللي كانوا معانا جروا جوه. اظن كفايه لحد كده. مش عايز اي حد يتحرك لغايه ميعاد طيارتكم لما يجي والا. لا يا باشا الله يحبك مفيش داعي للكلام ده خالص. احنا كده كده ماشيين وسايبينها لكم مخدره. يبقى احسن. الله يحبك. ايه ده؟ معقوله؟ انا مش مصدق عيني. انا مش مصدق وداني. ايه قله الذوق دي؟ استاذ حسين فهمي تعرف تسكت خالص؟ بعد اذنك يا استاذ حسين. راح فين؟ زمن الشقاوة. والله العظيم حسين فهمي يا جدعان. اختطاف نادين أبو عوف ابنة سيدة الأعمال صفوة القلوب. مكافأة 1,000,000 جنيه لمن يعثر عليها. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ على السادة الركاب المسافرين إلى مطار روما التوجه إلى بوابة رقم 7. شكرا. طيارة. طب والمليون؟ مش هنضيعهم يا صاحبي. لا نادين.